والعلم الذي عقد له البخاري هذا الكتاب المقصود به ما يشمل طلبه أولا وجمعه، ثم فهمه، ثم أدبه، ثم بعد ذلك توصيله وتبليغه إلى الناس. فهذه أربعة أمور كلها يشتمل عليها هذا الكتاب. أولا طلب العلم، فهو مشروع ومطلوب، وهو بضاعة غالية واختيار رباني، والاشتغال به أفضل من الاشتغال بما سواه. ولذلك للإنسان أربع وظائف في هذه الدنيا في عمره القصير الدنيوي: الوظيفة الأولى تعلم ما أمر الله به، والوظيفة الثانية العمل بما تعلمه، والوظيفة الثالثة الدعوة إلى ما تعلمه وعمل به، والوظيفة الرابعة الصبر على الطريق حتى يلقى الله. وقد ذكرت لكم أنها تضمنتها وصية لقمان لابنه كما حكى الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وما بعدها هذا تعليم. ثم قال: يا بني أقم الصلاة، هذا العمل. ثم قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذه الدعوة. ثم قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، هذا الصبر على الطريق. وهي أيضا التي تضمنتها سورة العصر، وقد قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس. وقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، فأقسم بالعصر الذي هو الزمان، وهو يطلق على الوقت الذي أنت فيه، ويقال أهل هذا العصر وأهل العصر الماضي، أي الزمان الذي نحن فيه أو الزمان الذي مضى. ويطلق العصر أيضا على أول النهار وعلى آخره، وهما العصران. ومنه صلاة العصر أي صلاة آخر النهار. العصر يطلق على أول النهار وآخره، ومن ذلك قول الشاعر: عرفت من هند أطلالا بذي التود قفرا وجاراتها البيض الرخاويد، تلاعب الريح بالعصرين قسط له الوابلون وتهتان التجاويد. بالعصرين أي بأول النهار وآخره. والقسم بأمر ما يدل على عظمته، فلا يقسم إلا بعظيم، والعظيم جل جلاله لا يقسم إلا بعظيم. وذلك لأهمية الوقت في أعمارنا وأهمية أعمارنا في نجاتنا، فأقسم بالعصر: إن الإنسان لفي خسر. وأل هنا شمولية، وهي التي يصلح مكانها كل. لو قلت إن كل إنسان لصلح ذلك في المعنى. إن الإنسان لفي خسر، فجعله محاطا بالخسر من كل جانب. فالخسر كأنه ظرف، وكأن الإنسان في داخل هذا الظرف. إلا الذين آمنوا، الاستثناء معيار العموم، لا استثناء من غير عام. ما يمكن أن تقول جاء زيد إلا ماذا؟ إلا نصفه، إلا ثلثه. زيد حقيقة واحدة لا يستثنى منه، لكن العام هو الذي يستثنى منه: جاء الرجال إلا فلانا وفلانا وهكذا. فالاستثناء معيار العموم، ولذلك قال: إلا الذين آمنوا. هذا الإيمان لا يكون إلا بتعلم، لا يمكن أن يحقق الإنسان إيمانه إلا بتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. إذن هذه الوظيفة الأولى. وعملوا الصالحات، هذا العمل، وهي الوظيفة الثانية. وتواصوا بالحق، هذه الوظيفة الثالثة وهي الدعوة. وتواصوا بالصبر، هذا الصبر على هذا الطريق. فاجتمعت الوظائف الأربع.